Incredible. Alors, من Hôtel Royal. المشات راه معروفين حنايا لي ديستانس بالنسبه لنا ملي يقول لك 2 كيلومتر ما كتبقاش تفكر يعني هذيك 10 كيلومتر بار جور ولات عندنا عاديه جدا وصراحه دائما كنقولها انصح بها كل واحد بغى يبقى اكتيف لاطول مده ممكنه الامر بيد الله ولكن بعدا على الاقل ما كنت الكور ديالك كيبقى الدوره الدمويه مزيانه طونسيون مزيانه انا بك لاج بيان سور كيبداو يبانو لي زانومالي كيبداو يبانو العلال ولكن الحمد لله مع رياضه المشي ماشي خلي اون فوا بار كينزين تقريبا اون فوا بار سيمين كاين واحد المجهود يعني كيمكن لك توصل ل 15-16 كيلومتر بار جو ولكن في باركنزين كنزيدو ربما كتجاوزو بعض المرات الفنتين وفي الغالب كتكون في منطقة جبلية داكو ديك المنطقة الجبلية كيكون فيها واحد ليفور زايد بيان سور دونك تما داك الجسم ديالك بحال اللي كدير له الامتحان والحمد لله احنا اول انا بالنسبه لي اول مره كنجي لهذه المدينه هي مدينه وجده دونك اوتيل بليده او خاص هو كاين لي زوتيل هنايا راه شفت واحد عاود الرئيس هذا بابا السميه ما كايناش في بان كاتبين فندق اوتيل دو سانتي مؤسسة العمل الاجتماعي دار المدرس وجدة وهذو اللي كتشوفوا هنايا لا بلو بار الناس ديال التعليم يمكن لي نقول واحد
70% منهم دي روتريتي ولا 60%. بون حنا 8 بيرسون يعني اكثر من النص. كاين اللي خدا التقاعد النسبي ديالو، كاين اللي التقاعد الكامل. معنا سير ريسوني هذا اللي ديال الطربوش الامريكي، بون ماشي امريكا، هذا صناعه مغربيه، جلد مغربي دو كاليتي. غادي معانا بالوتيره ديالنا، وحنا ناقصين عليه شويه في السن بيان سور. معانا النوتر جون اللي يمكن فير اللي كتقول من 50، راه بالنسبه لي روندونور راه باقي جون وقد يتولف. كاين دابا اللي كتقول له مثلا 20 كيلومتر كتبان له نوع الجسم ديالك غير الجسم ديالنا غريب، كيفاش يتأقلم مع كتبقى تزيد ابتيت دوز. كل واحد على حسب الطاقة ديالو بيان سور، لو ريتم كيختلف. كاين اللي عنده الريتم اكسيليري، كاين اللي، ولكن اون جينيرال المشي راه معروف. حتى ان بعض الاطباء كينصحوا في القضيه ديال المشي، ماشي تمشي مرخيم الجسم ما كيستافدش. كان شرحها احد الاطباء مصريين، قال لك هي وي ندورو هنا، قال لك كتمشي بحال اللي عندك الرونديفو وكتخاف تجي مؤخر. اي لي زامي، اي دونك في لي دو قال لك تمشي حتى الرومبوان ودور على اليمين وصافي. قلت النصيحه اللي كيعطيو اون جينيرال الاطباء، كيقول لك لا مارش ولكن ما كيحددلكش طبيعه شحال غات. كلشي كيقول لك واحد 20 دقيقه 30 دقيقه. بقات هاد 30 دقيقه غتمشيها كيفاش؟ ماشي تمشي مثلا في المدينه كتطالع في شي شارع وفيه الزحام وتستريس وغتجي ما فيك ما يتشاف فاتيكي. لا، دائما حاول تشوف واحد المكان اللي هو كيكون ما فيهش الضغط ديال الناس، اماكن مفتوحه. الا كانت جنب البحر تكون افضل، كانت وسط الغابه تكون افضل بكثير. وكتجي بحال اللي كتمشي المشي ديال شي واحد عنده رونديفو كيخاف يتعطل، دونك كياكسيليري ان تي بو لو با. اي فوالا، هذا اوتيل اصيل. دونك هاد الجي هادي فيها لي زوتيل. المهم المسافه الطريق باقا طويله، حنا في وجده والوجهه هي واحد المطعم هنا مشهور. شو مسمي داك المطعم؟ لا داك اللي قالنا مطعم وفران الحسن. فران الحسن، اوكي. بون في لوطيل هنايا. شوف هنا ولا شوف هنا؟ طيب راه واقي حدا ديك الطونوبيل، حدا الطونوبيل، حدا الطونوبيل. لا لا لا، راه دخله، راهي راهي. انا قال لك توصل الرومبوان، هو هذاك راه هو الرومبوان ودور ما دور. اوكي يلا تحياتي.